في حياتنا اليومية نعتمد على الكثير من الاختراعات والمكتشفات التي تتطور مع الأيام ليسكن القديم منها على الرفوف أو في الخزائن كتحف فنية أو كذكرى في زمن أكسبها قيمة معنوية. ولكن هل تغني حداثة التقنيات عن ماضي أجدادنا المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض؟ فما نحن عليه اليوم هو نتاج لرحلة طويلة بدأت على هذه الأرض ومنذ آلاف مؤلفة من السنين. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الزمان والمكان، وإلى حكاية جديدة وثقها الزمان وأرخها المكان. أهلا ومرحبا بكم، وحكايتنا اليوم هي عن الفخار، هذه المادة البسيطة في تكوينها والتي ارتهنت بها بدايات الصناعات المنزلية. الفخار الذي قد تغلب رغم هشاشته على عوامل الزمن ليحمل رسائل الأجداد ويوثق تاريخهم. ويسعدني أن أرحب بضيفنا الدكتور بسام جاموس، الباحث العالمي في الآثار والتاريخ، ليخبرنا عن مراحل تطور صناعة الفخار وحكاياه في سوريا. أهلا ومرحبا دكتور بسام. أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات التاريخ. وربما الفخار مادة شيقة فعلا أكيد. وهامة للحديث عنها ضمن حكاية الزمان والمكان. في البداية، لأي زمن يعود اكتشاف الفخار في سوريا؟ طبعا الفخار مرتبط بالأرض، والفخار بدأ بالألف السابع قبل الميلاد. فكان لدينا نموذجين من الفخار. فخار كان يصنع باليد من تراب الأرض وماء الأرض. وأيضا بالألف السادس قبل الميلاد ظهر دولاب الفخار، وأصبحت الأواني الفخارية تصنع عبر دولاب، وكان يقص من الأسفل كل الأواني بخيط، وما زالت هذه الحرفة كانت مستمرة. يعني كيف ظهر دولاب الفخار؟ يعني اخترعه الإنسان؟ طبعا اخترعه، ابتكر هذه التقنية، اخترعه الإنسان السوري. وكان آخر اكتشاف بسنة 2008 في مملكة ماري، تم اكتشاف بقايا وأجزاء من دولاب الفخار وكذلك دواليب العجلات والعربات. لكن في الألف السادس قبل الميلاد الحياة تطور، فعندما كان الإنسان يصنع الفخار والأواني والأجران وأيضا بسموه الطشط، كان يصنع من تربة الأرض واستخدام بقايا القمح، نباتات القمح والشعير، وكانت أيضا يخلط مع المياه ثم تتشكل الأواني، وكانت أيضا تجفف تحت أشعة الشمس. ثم استخدمت الأفران والمواقد التي كانت توضع وتتربع أمام المنازل الدائرية والمستطيلة وتشوى. ثم بالألف السادس طور الإنسان هذه الحرفة وصنع الدولاب اللي طبعا كانت سورية مشهورة بمعظم مناطقها. لا تزال تقنية الدولاب إلى اليوم إلى يومنا هذا كمبدأ نفسه، لكن نفس المبدأ تماما. لكن نتمنى هذه الحرفة، نتمنى أنه ما كانت تنقرض، لأنه كان عندنا فاخورة في أوغاريت ولدينا فاخورة في حمص المشرفي. لكن أحد الفخارين السوريين ذهب بهذه الحرفة إلى تونس، وأيضا فخاري ذهب إلى اليونان، وما زالت هذه الحرفة مستمرة في تلك المنطقة. نعم، بس عنا بأوغاريت أبو لطفي. أبو لطفي موجود. لكن نتمنى أنه يكثف عدد العمال. هذا الوحيد المتبقي يعني الحقيقة. طبعا وفر المادي متوفرة. نعم. ونتمنى أنه الحرفة ما تنقرض بسوريا، لأنه هي حرفة الآباء والأجداد. نعم. ومرتبطة. إذن هي من الألف السابع قبل الميلاد والمطار. نعم، كيف كانت تتم صناعة الفخار يعني في تلك المرحلة؟ وما هي أنواع اللقى الأثرية التي ترتبط بذاك العهد؟ هلأ صناعة الفخار بالنسبة لكل المواقع الأثرية السورية تركزت في الشمال السوري،
لأن التربة متوفرة، تربة حمراء وهناك تربة صلصالية، وأيضا كما ذكرت كانت تستخدم اليدين وتستخدم القدمين في عجين التراب مع الماء، وكانت تصنع مجموعة من الأواني منها كما ذكرت من الأواني الفخارية لحفظ المؤن الزيت والخمر، أيضا هناك كان نوع من الأباريق، كان هناك كل ما استخدمه الإنسان، كل ما استخدمه الإنسان في حياته اليومية، يعني كما هي حال الأواني اليوم المستخدمة. أنا مسميها اسمها حضارة الفخار، لأنه قبل حضارة الفخار كان عندي حضارة ما قبل التاريخ، حضارة الأواني البازلتية. مرحلة الفخار انتقلنا من حضارة إلى حضارة، ثم ننتقل أيضا من حضارة الفخار ننتقل إلى أيضا حضارة البرونز، ثم حضارة الحديد والزجاج والزجاج، ثم البلاستيك. طيب دكتور، ما هي مراحل تطور صناعة الفخار؟ يعني هي بقيت كمادة أساسية يعني إلى اليوم الفخار؟ إلى اليوم طبعا. فهناك لا شك مراحل مرت بها، تطورت، ربما تطور شكل الآنية أو استخدامه. في البداية كما ذكرت كانت الصناعة تتركز كما ذكرت في اليد، مع اختراع الدولاب تطور طبعا صناعة الفم الفخار أو الآنية، مثلا عندك العرى، عندك التزيينات. من أجمل اكتشافات للأواني الفخارية بالعالم هي جرة فخارية من تل كشكشوك على الفرات، تصور لنا نشأة الكون وبالألوان وباستخدام الألوان. فكان من في أسفل الجرة خطوط متعرجة تشير إلى المياه، وفوقها تراب، ثم فوقها أيضا سنابل القمح والشعير، ثم الحصاد، ثم جمع الغلال مع السلال، ثم توزيعها، ثم فوقها يتربع الملك، وفوقه الكواكب والنجوم وفي مقدمتها القمر والشمس. إذن هذه الجرة تحمل مضامين علمية وحياتية تؤرخ لنا نشأة هذا الكون. إذن تطور الشكل والاستخدام، ونحن أكيد. يعني نحن من خلال اللقى دكتور اللي كنا نشوفها بكثير من المواقع نشوف أنه في صناعة متقنة أكيد. يعني أخذ شكل آنية، أخذ شكل صحن، أخذ شكل مثل ما قلت طشت، يعني يعني في حالة متطورة من أكيد أكيد. هناك أنواع حتى المكاحل الصغيرة، المكاحل الفخارية ثم تطورت إلى زجاجية، زجاج وبرونز. لكن أشهر أنواع الصناعات الفخارية في منطقة بلاد الشام وتشابهها طبعا منطقة بلاد الرافدين وممالك حوض المتوسط الشرقي، أول شيء جرار التخزين التي كانت الزيت والخمر. النقطة الثانية كان هناك صناعة بسموها السيلو، هو حاصل من الفخار حجمه كبير لخزن أيضا القمح وأيضا الحبوب بأكملها. تم اكتشاف صومعة حبوب، نحن بنعرف من في سيانو، بأوغاريت، بقطنة، بمواقع الشمال والجنوب، وتل الشامية كمان. والآنية الثانية هي عبارة عن صحون فخارية وأيضا المزخرفة، وكان هناك درجات لعملية الصناعة. هناك صحون ملكية، كان هناك طاسات ملكية، كان أيضا بعض الصناعات الفخارية ترتبط بالطقس الشعائر الديني من جهة، وأيضا ترتبط بالكتابات. فعثرنا على الكثير في مواقعنا الأساليب السورية على فخار على شكل الكبد والقلب، كانت تكتب عليها طبعا مثل الروشيتة الطبية لطرد الأرواح الشريرة من المنزل، لطرد هاي ربما طبعا في الأماكن المقدسة، بالأماكن بالمعابد، بالمعابد مثل طاسات صغيرة، يمكن كان في طاسات صغيرة وفي منها على شكل رقيمات. لكن أشهر ما أبدع فيه الإنسان السوري على الفخار هي النصوص المسمارية الكتابية التي عرفتنا بحضارة بلاد الشام والرافدين وحضارة الكون بأكمله. فكان الإنسان يستخدم قلم القصب ويؤرخ المعاهدات الدبلوماسية ويكتب الاحتفالات والأعياد، ثم يجففها تحت أشعة الشمس من جهة، وكان هناك نصوص فخارية كانت تجفف وتشوى بالأفران. هلأ نحن ناهيك يعني عن أنه هي الرقم نفسها، الرقم اللي كتب يعني الصفحات اللي كانت يكتبوا عنها هي كلها فخارية، كلها فخار. ونحن بنعرف قدير يعني الرقم الفخارية مثلا بإبلة بماري، أجمل مكتبتين وأضخم مكتبتين بالعالم، مكتبة ماري ومكتبة إبلة، وكانت مكتبي برفوف من الطين، وأيضا كانت تصنف عليها هذه الدفاتر والكتب الأثرية التي كانت تكتب على ألواح الفخاري. وهو الأرشيف الملكي، الأرشيف يعني هو الملكي المشهور، وحتى نعم. في أوغاريت وفي قطنة وفي كل المواقع. صحيح. نتابع الآن تقريرا عن تاريخ الفخار واستخداماته عبر الزمن، وعن مدى ارتباطه بأرض البدايات، أرض عشتار الأم،
التي أشع منها نور الحضارة في العالم بأسره. لنتابع. ربما من بين كافة الأدوات القديمة والتي صاغها الإنسان الأول واعتمد عليها للصيد والحفاظ على حياته والتي يعزى اكتشافها للرجل، يرتبط الفخار بالمرأة وبالأرض الأم، حيث كانت استخداماته ترتبط بالمنزل كأدوات حفظ الطعام والأواني المنزلية وقناديل الزيت وفي بعض الحالات توابيت الفخار، التي حسب معتقدات الأقدمين ترمز لإعادة الولادة في رحم الأرض الأم. وفي مهد حضارات العالم التي تعتبر الموطن الأول للعديد من الإنجازات التي تصوغ حياتنا اليومية، هناك العديد من الأدلة على أن صناعة الفخار قد بدأت على هذه الأرض وتطورت على مراحل عدة شملت التشكيل واللون قبل أن تنتشر في العالم. وليس هذا فحسب، لأن الأبجدية الأولى والنوتة الموسيقية الأولى قد نقشت على صلصال سوري. نعود إلى الأم، إلى الأرض، أرض البدايات التي شهدت على قوة السلام والمحبة منذ الأزل، ليس فقط بأناشيد حفرت على صلصالها وغابت عن الذاكرة لآلاف من السنون لتصبح في عصرنا من أهم اكتشافات منقبي الآثار والمؤرخين، بل بصمود هذا الصلصال الذي حفظته أرض سوريا في وجه العدوان، حيث تغلب صلصال ماري وإبلا على النار التي هدفت لتدميره، وكانت هذه النار هي سبب حفظ هذه المدن التي تجذرت في تراب سوري ليكشف النقاب عنها وبعد آلاف من السنين. الفخار ورغم بساطة تكوينه وتوفره في كافة دول العالم، بالرغم من سهولة صياغته وتلوينه نسبيا، استطاع أن يحمل الرسالة بأمانة، رسالة الأرض الأم التي وكما ذكرت رقم أوغاريت تقول: أقم في الأرض وئاما، وابذر في التراب محبة، واسكب السلام في كبد الأرض. جميل طبعا. يعني كل ما يرتبط بالأرض دكتور بتحس أنه هو فعلا مادة خالدة، يعني يكفي اليوم بعد هذا التقرير واللي أشار إلى استخدامات الفخار المختلفة، يكفي يعني أن نقول بأن هذا الرقيم الذي حمل أبجدية أوغاريت للبشرية وقدم يعني الأبجدية بأنه كتب على لوح من الفخار، وكذلك يعني معظم هذه الرقم والمكتبات والموسيقى وإلى آخر ذلك. يعني وجدنا أن هناك استخدامات عدة، لكن ماذا عن التوابيت الفخارية دكتور؟ ما الهدف من استخدام التوابيت؟ هلا في معظم المواقع الأثرية السورية وخاصة الساحلية بعمريت وأرواد وحتى أوغاريت كان هناك عمليات دفن ضمن توابيت فخارية، حتى وجه المتوفى كان على الوجه العلوي ينقش على هذا اللوح، الدليل الإيمان بحياة أخرى، ولأنه الإنسان ولد من رحم الأرض ويعود أيضا إلى تراب هذا الأرض، لها دلالات يعني. لها دلالات شعائرية طقسية، حتى دلالات اجتماعية وأيضا دلالات فنية، لذلك أبدع الفنان الكنعاني الفينيقي
بصناعة التوابيت الفخارية المحفوظة في بعض متاحفنا في سوريا. يعني هلأ المدافن اللي نحن كنا نعثر فيها على توابيت هي كانت كلها من الفخار؟ كلها من الفخار. لدينا مدافن، أقسام للمدافن، لدينا مدافن محفورة في الصخر، لدينا مدافن مبنية من حجر الرمل القطع، ولدينا أيضا مدافن عثر بداخلها على شخصيات طبعا لهم قيمة سياسية واجتماعية، حفظوا بتوابيت فخارية ومشابه لهذه الاكتشافات. لدينا الكثير من التوابيت الفخارية في مصر زمن الفراعنة وخاصة في القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد. هناك تشابه بين صناعة هذه التوابيت بين ممالك سوريا وممالك الفراعنة. إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الإنسان مرتبط في الأرض، والمرأة لها الدور الكبير في العملية الطقسية الشعيرية الاجتماعية. فنحن ولدنا من هذا التراب ثم نعود إلى هذا التراب، وهذا ما أكدته ملحمد جلجامش والنصوص الأدبية المكتشفة في أرشيف أوغاريت وإبلا وماري. هذه الرموز يعني معظمها اللي ارتبطت يعني بالآلهة، واللي هي فيما بعد أصبحت رموز وقيم حياة. أكيد. يعني عموما أكيد. دكتور، لاحظنا أنه في بعض الفخاريات ملونة طبعا. وحضرتك حكيت عن الفخارية. نعم. اللي حكيت عن قصة الحياة. صحيح. بالألوان، يعني كيف كان يتم تلوين الفخار؟ طبعا لدينا فخار كان جرار التخزين كانت بدون ألوان. لدينا مجموعة من الأواني الفنية الفخارية اللي تحمل مواضيع ومضامين اجتماعية. عندك مشاهد الصيد، عندك مشاهد الحيوانات، مشاهد إنسانية، مشاهد للكواكب. هذا بدل على عبقرية فنية إضافة لاستخدامات الآني في تلك الفترة. فاستخدموا المغرة الحمراء التي كانت توجد على ضفاف النهر أو البحر، استخدموا أيضا ألوان القواقع البحرية، وأيضا استخدموا بعض عظام الحيوانات التي كان يوجد فيها بعض الصباغ. إضافة إلى أن الإنسان الفينيقي الكنعاني استخدم الصباغ الأرجواني في أيضا صباغة الألبسة. فاختلفت المواضيع بين كل حضارة وحضارة طبعا، الرموز والخطوط في مواضيع أسطورية، ميثولوجية، مواضيع علمية، ممكن في مواضيع تقرأي فيها مثل ما ذكرت الجرة، تطور الحياة. هناك مواضيع تصور لنا السفن الشراعية، بدلنا أنه كيف الإنسان كان عني صنع السفينة. بيصورونا أيضا خطوط المتعرجة للبحر. الإنسان يحاكي حياته، يحاكي على الحياة هذه فعلا كالكتابة على الرقم. مع نقوش ورسوم يعني أكيد. بقيت خالدة. أكيد. دكتور، يعني لاحظنا ببعض الفخاريات ونوهت حضرتك انه كان يعني نستورد ونصدر. أكيد. هل كانت يعني سوريا تصدر، الحضارة السورية تصدر الفخار؟ وبالتالي كثير. واضح انه في لبعض اللقى اللي مرقت معنا بالتقرير انه هي مستوردة طبعا من حضارات اخرى. طبعا نحن اشتهرنا بصناعة الفخار وصدرنا الكثير عبر الموانئ الموجودة على الساحل السوري، من ميناء بوزيدون البسيط إلى ميناء جبلي إلى ميناء بانياس وطرطوس. لكن كان هناك عمليات تجارية وعلاقات دبلوماسية بين ملوك الساحل وسوريا وملوك أيضا الداخل مع ممالك المتوسط. فكان عمليات تبادل تجارية، فكان فراعنة مصر يرسلون هدايا أواني الباتر إلى سوريا، إضافة إلى بعض أنواع من الأواني الفخارية، وكنا بالمقابل نصدر لهم. أيضا لدينا الكثير من الأواني الميسينية نسبة إلى موقع ميسينيا في بلاد اليونان. وأيضا لدينا أواني فخارية من التيكا. ولدينا أيضا من جزيرة قبرص ورودوس. فالسبب أنه كان هناك عمليات تبادل تجاري وتبادل دبلوماسي، إضافة إلى الغزوات والحروب التي تعرضت إليها سوريا عبر العصور. هذا أعطانا نوع من المعطيات الأثرية اللي عثرنا عليها عبارة عن كسر فخارية أكد لنا قدم العلاقات بين هذه الممالك والممالك التي ذكرتها في عصور البرونز، وتحديدا القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد، وهي فترة الازدهار الذهبي لمملكة أوغاريت. طبعا يعني نحن بنعرف أنه كانت سوريا تصدر الزيت عبر هذه الأواني الفخارية طبعاً. وبالتالي دكتور يعني وجد في ولا يزال إلى اليوم تطالعنا التنقيبات الأثرية بالكسر الفخارية، اللي فيما بعد نحن بنعرف أنه في فرق وطنية تعمل طبعاً. بالترميم وما زالت. لكن يعني بالتالي ما أهمية هذه الكسر في دلالات تقدم مثلا العلاقات التجارية بين هذه الحضارات؟ يعني نحن بنشوف أحيانا كنا نروح نشوف في تلة من الكسر عم بيتم فرزة. صح. صح.
في منه مثلا ملون بيكون، هلا هذا الملون بجوز يعرف انه هذا جاي من حضاره اخرى. حلو السؤال. فما يعني ما هي دلالات كل هذه؟ كثير سؤال حلو. نحن متخصصين كالاطباء تماما، هناك طبيب عيون وقلبيه وجلديه، هناك ايضا الاثريين متخصصين في قراءه النصوص المسماريه، قسم متخصص في الاواني الفخاريه، قسم متخصص في الجماجم بالمدافن بكل شيء. فنحن من خلال دراستنا اثناء تشكيل البعث الاثريه يكون متخصصين كل انسان حسب تخصصه بكل فتره من الفترات التاريخيه. فبالنسبه لعمليه الفرز، تتم عمليه فرز الفخار، الفخار المحلي، الفخار المستورد، الفخار الملون، ونحن نعلم ونؤرخ حسب اختصاصاتنا. تمام. فالفخار الممشط المستخدمين في المشط يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. كمان بيدلكن على الزمن، على الزمن تماما، تطور الفخار، تطور الفخار. الكؤوس، الكؤوس الفخارية قواعدها تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، في أوغاريت، في وكؤوس حما مشهورة، كؤوس الفخاري بحما مشهورة. ولدينا في عصر البرونز الوسيط لل 2600 لدينا جرار لها خصر. في عصر البرونز الحديث هنا بدأ الاستيراد الكثير من العالم الإيجي الذي أتانا. فلدينا جرار ملونة ولماعة وعليها مشاهد الثيران والأسماك، فهذه مستوردة. فكان عملية تبادل استيراد وتصدير بين هذه، وبالتالي المعملية. تم تبادل القصص يعني عبر الزمان والمكان لهذه كثيرة. الحضارات اللي يعني خلدتها هذه الفخاريات. يعني الفخار أعطانا قصص حضارية لا تعد ولا تحصى. أكيد. يعني أيضا نتحدث عن أهم اللقى التي وجدت في سوريا بشكل عام، في معظم والمصنوعة من الفخار. تمام، والمصنوعة من الفخار. سبق تحدثتم عن أهم نقش فخاري هو الأبجدية الأوغاريتية. نعم. طولة بحجم إصبع اليد، نقش عليها 30 حرف، وقال عنها عالم الآثار اللغوي شارل فيرولو إن شعبا أنتج هذه الأعجوبة يستحق من العالم كل الاحترام والتقدير، وهي تعادل الثورة الصناعية في وقتنا الحاضر. دكتور بس اسمح لي، يعني أنا أحيانا بتسأل بقول هذا الأوغاريتي اللي كتب الأبجدية لم تكن هناك مسودات مثلا؟ طبعا في مسودات للأبجدية، يعني نحن وصلتنا يجوز أو اللي تم اكتشافه هو النسخة الفل يعني الكاملة. كان هناك محاولات، يعني ما معقول هو قاعد رأسا عمل أبجدية. لا أكيد. كيف كانت محاولات يعني للوصول؟ المحاولات الأولى عندما ظهرت الكتابة على الفخار، ظهرت الكتابة السومرية والهيروغليفية المصرية، وكذلك بعض المقاطع الصوتية من موقعة الحبوبة على الفرات، هي كحروف وليس كأبجدية، حروف مقطعية. نعم. طلع عليها الإنسان، وفي الألف الثالث ظهرت اللغة الأكادية كلغة رسمية، لكن الإنسان الأوغاريتي أراد أن يبتكر أبجدية متكاملة 30 حرف. لدينا أبجديات سينائية وأبجدية جبيل 22 حرف، لكن الأبجدية المتكاملة هي أبجدية أوغاريت. القطعة الثانية المهمة، القطعة المقطوعة الموسيقى الأوغاريتية على الوجهين، أنشودة إله القمر. لدينا الكثير من التماثيل الفخارية، ربة الينبوع، لدينا تماثيل إله بعل، إيل، عشتار، وكلها مرتبطة بالبعل والزراعة والأرض ودورة الفصول. نعم. تحدثنا عن مواطن الفخار في سوريا، ولكننا الآن سنذهب إلى جولة في مدينة في أقصى الشرق أو الشرق الأقصى لنتعرف على أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين والتي ترتبط بالفخار. تابعوا معنا هذا التقرير الشيق. ذكر المؤرخ الصيني الكبير سيما كيان في كتابه الشهير شيجي الذي ألفه قبل بدء التاريخ الميلادي بأن الإمبراطور الأول للصين دفن مع قصور وجنود وإداريين وموسيقيين وأوان فخارية قيمة والعديد من الأشياء المدهشة وسط مئة نهر مطعم بالزئبق. وربما كان سيما كيان المصدر الوحيد لهذه المعلومة، فالأشخاص الذين يعرفون مكان المقبرة قد تم دفنهم أحياء حتى لا يذاع لها سرا.
كان ذلك لغاية عام 1974، حيث قامت أعمال الحفر التي أجراها بعض المزارعين في مدينة شيان بحثا عن المياه الجوفية بكشف النقاب عن جيش عظيم قام بحراسة الإمبراطور لما يربو على 2000 عام. وقد اكتشف العلماء بالفعل وجود نسب كبيرة من الزئبق في تربة المنطقة المحيطة بالضريح، مما أعطى مصداقية لكلام المؤرخ الصيني. أمر إمبراطور الصين الأول كينشين هوانغ في القرن الثالث قبل الميلاد ببناء جيش من الفخار ليتم دفنه معه عندما يموت، وأمر حينها بأن لا يكون هناك جنديين متشابهين في هذا الجيش بأكمله. وهذا ما تم بالفعل ببراعة مثيرة للدهشة، حيث شارك ما يقارب 700,000 شخص ببناء آلاف التماثيل الطينية الغير متشابهة بملامح دقيقة جدا، ووضعها في أفران تصل درجة حرارتها لألف درجة مئوية، ثم تركها لتبرد وتلوينها وتزيينها. وكان الهدف منه هو مساعدة الإمبراطور في بناء إمبراطورية في الآخرة كما يعتقد البعض، أو لحمايته في الآخرة. تم اكتشاف 3 حفر حتى الآن، وتضم هذه الحفر ما يقارب 8,000 مقاتل مع إداريين وموسيقيين وعربات تجرها الأحصنة. ويتوقع الخبراء أن هناك العديد من الحفر التي تحوي المزيد من الجنود، إضافة إلى هرم ترابي يبلغ ارتفاعه 76 مترا بمساحة 350 مترا مربع، لأنهم يخشون أن يقوموا بتدميره عند محاولة اكتشاف ما يحتويه. وهذه قصة من نعم من حكاية العالم يعني. صحيح. في هذا الإطار ما تعليقك دكتور؟ يعني دائما في إيمان في اليوم الآخر، وكان الحاكم أو الأمير كان سواء في حياته كان يعيش وحوله الجنود، وأيضا يحلم في حياة ثانية أخرى أيضا تقوده إلى ربما عالم مشهول آخر، ولديه اعتقاد بأنه سيعاد إلى الحياة مرة ثانية وثالثة. لدينا شبيه في هذه المشاهد أثناء قيامنا رامسين ابن سرجون الأكدي، وعندما هاجم الأعداء وضعهم أيضا في شبكة لأيضا المئات من الأشخاص من الأعداء، وأيضا تم العثور تقريبا شبيه يعني بتل براك عندما أتانا رمسين وعمل معبد العيون، صنع آلاف العيون من الفخار. وطبعا كانت العيون منزلة بمادة اللازورد، وكذلك أيضا الأمير الصيني يعني كان هدفه الأسمى عيون، لأنه كان يعتبر العين هي مرآة الحياة. مرآة الحياة يعني. وأيضا الأمير الصيني أيضا كان لديه اعتقاد بأنه عندما يموت سيبقى قويا بهؤلاء الجنود الذين يبلغون الآلاف. نعم. الذين صنعوا من يعني مادة الفخار. لكل رمزه في لكل حضارة لها رموز. نعم. ولدينا قصص طبعا مشابهة، لكن كنز الصين كنز كبير جدا. أكيد. وقصصه تاريخية. نعم. ومشهورة في العالم. وطبعا الصين هي بلد الخزف يعني، بلد الخزف، ولدينا تبادلات مع الصين، طريق كمان. الحرير اللي طبعاً من أقصى الصين إلى الأندلس طبعاً. ومن تدمر إلى الصين إلى مصر. لدينا الكثير من الحكايات، وهي اللي عمقت ثقافتنا، هي اللي طرحت سوء الحوار الحضارات.
احنا لازم كمان نخصص اكثر من حلقة عن طريق الحرير دكتور، اللي بيحكي كثير من الحكايات أكيد. والتبادل الحضارات يعني أكيد. وسوريا وأهمية طريق الحرير الذي يمر بسوريا. دكتور بالعودة لفخارنا السوري ولحكايتنا السورية، يعني الفخار أيضا مادة هشة، لكن يعني أثبت التاريخ بأنه هي مادة صمدت وانتصرت رغم كل الوقائع وكل الحروب، لا يعني أنه فعلا ما سبب وسر صمود مادة الفخار حتى رغم الحرائق، مثل ما شفت مكتبة إبلة اللي حرقت، ربما الحريق زاد صلابة. أكيد. أكيد. نعم ماذا أكيد. تحدثنا بهذا الجانب؟ يعني في الحقيقة نحن نتمنى أن تعاد صناعة هذه المادة وأن نستخدم في منازلنا وبيوتنا صحون الفخار وكؤوس الفخار، لأن مادة الفخار مادة صحية تمام. تختلف عن الزجاج والبلاستيك، والسورية كانت سباقة في الصناعات الفخارية وحتى الصناعات الزجاجية، ونتمنى إعادة دواليب الفخار إلى سوريا، نتمنى إعادة هذه الحرفة، نتمنى أن لا تنقرض هذه الحرفة، لأنه أنا حتى أنا في منزلي يعني استخدم بعض الأواني الأواني الفخاري. إسبانيا 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 دكتور إسبانيا إسبانيا تستخدم الفخار، الصين تستخدم الفخار. في عودة إلى الفخار، فنتمنى نعود يعني إلى هذه الحرفة اللي أبدع الآباء والأجداد في سوريا. ليش؟ لأنه الصناعة الفخارية السورية مشهورة بالعالم، مثل نعم. مثل النسيج التدمري او الزجاج الفينيقي الكنعاني، نتمسك باخر اكيد نتمسك بهذه الحرف الفخار اللي يعني على الاقل يعلموها لابنائهم او أكيد. تدرس في بعض المعاهد، وينبغي تكون ماده تدريسيه طبعا. في عندنا معاهد الفنون التطبيقيه طبعا، ومعاهد يعني انه لتبقى هذه الماده، واعاده الدولاب، اعاده الدولاب تماما الى القرى والمدن. هلا نحن مركز الفنون التشكيليه عم بعيده بشكل او باخر، نتمنى لصناعات فنيه يعني طبعا اكيد في النحت او غير ذلك، يعني حتى الفخار اخت لبابه بدي يزيد شغلي، يعني حتى المعابد السورية كلها تم الكشف عن لعب للأطفال وعربات الأطفال. حلو. احترام المجتمع للطفل من جهة، وارتباط أيضا الطفل بالمعبد والمعبد أيضا بالأطفال، فكان له عدة وظائف مثل ما ذكرتها، اجتماعية وتقصية وشعيرية وفنية. نعم. إذن نحن بنتشكرك دكتور، اليوم حكاية من حكايات سوريا، من حكايات الأرض العريقة، أرض الحضارات سوريا، مادة الفخار التي حملت الكثير من الدلالات والرموز، وأيضا التي أطلت إلى حضارات أخرى من خلال التبادل التجاري والتبادل في مادة الفخار السورية وحضارات العالم. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور، دائما تحمل هذه الحكاية حالة من التشويق، فعلا تجعلنا نتوق لأن نسمع المزيد إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. يعني من هذا الطين بنيت ماري وإبلة وتل البيدر ومعظم الممالك السورية. نعم. هذا هو الطين السوري الذي لا يزال إلى اليوم يحكي قصة التاريخ، قصة حضارة سوريا. شكرا للمتابعة مشاهدينا، وإلى حكايات وقصص أخرى من حكايا الزمان والمكان، إلى اللقاء.